نعيمة بناني، ميك اب ترينر، مدربة معتمدة من أمريكا. حصلت على الشهادة ديالي ديال التدريب الاحترافي في 2016 من المدرسة الأمريكية بلوس أنجلوس. مقيمة بدبي حاليا. بدأت الكارير ديالي في المغرب من بعد ما ساليت المدرسة الإيطالية للسينما، تخصص المكياج احترافي. بديت في التورناج ديال المغرب، بديت في لي بواط دو برودكسيون ديال المغرب، ومن بعد بحكم انني تزوجت مشيت لاسطنبول، عشت مع الزوج ديالي في اسطنبول. اشتغلت في القناه التركيه في واحد الفتره وخدمت في افلام تركيا. من بعد مشيت لدبي انا والزوج ديالي، دونك استقرينا في دبي وبديت لا كارير ديالي عاوتاني في دبي. جاتني الفكرة أنني ندير ماستر كلاس بحكم أنني مدربة معتمدة كما سبق وقلت، وهذه هي المهنة ديالي في الإمارات. كنقري في اونيكول أمريكان لو ماكياج احترافي، ماكياج تلفزيوني وماكياج الفاشن، ماكياج ستوديو. دونك جاتني فترة نزلت المغرب، شفت أن عندنا خصاص في هذا المجال، من ثم جاتني الفكره وقررت وخدت مني صراحه مده ديال 3 سنين. درست فيها المارشي ديال المغرب مزيان وعرفت شنو لو مونك، وقررت انني نعمل ماستر كلاس. فين عرفت الاستاذه ديالنا نعيمه بناني بان غتجي لكازا باش دير لنا ماستر كلاس؟ دونك وهي ديجا الي كونو بزاف، واضطريت انني نجي ونحضر ليها ونستافد من هاد التجربه ديالها. سميتي دنيا بور فورماسيون ديال ميك اب ارتست مع ما شاء الله البروفيسور ديالنا نعيمه بناني. بون لانني كنشوفها واحد الانسانه كاليفيي وما شاء الله عندها ما تقول في هاد الدومين وبروفيسيونيل، فالانسان دائما تيترقى انه يتعلم من الناس اللي عندهم ما شاء الله يعني خبره في المجال. اليوم جينا بوغ بيرفيكسيوني الماكياج ديالنا، جينا عند مدام بناني ميك اب ارتست العالميه اللي ريكونو او نيفو مونديال، باش نتعلموا باش نديروا دوره من الميك اب. جي عند الميك اب نعيمه باش ناخذ فورماسيون اكثر وتصحيح اكثر على الميك اب وتقنيات جداد اللي كاينين دابا، والحمد لله يعني كانت فورماسيون زوينه. حتى البروف نعيمه ما شاء الله غزاله وكتعرف توصل.